التنزه حاضرة محافظة الداخلية وإحدى أهم مدن السلطنة عبر التاريخ، تغنى بها الشعراء والأدباء، إلا أن هناك من الجمال ما لم تصل إليه قرائحهم بعد. ففي كل بقعة في نزوة يختبئ تاريخ وجمال يعكس عراقة الماضي وفخر الحاضر والمستقبل. احتلت نزوة مكانة تاريخية عظيمة منذ القدم، حيث كانت عاصمة عمان لفترة طويلة من الزمن، واتخذها الأئمة مقرا لهم، فكانت مركزا سياسيا واقتصاديا وثقافيا مهما. وتعد قلعة نزوة التي بناها الإمام سلطان بن سيف اليعربي والمعروفة بالشهباء أحد أروع الآثار التاريخية والحضارية في عمان، مجسدة ببنائها الشامخ حضارة الأجداد وماضيهم العريق، فتتوسط المدينة لتضفي إلى جمالها جمالا آخر. كما أن موقعها الجغرافي الذي يعد حلقة وصل بينها والعديد من محافظات السلطنة أكسبها أهمية اقتصادية بالغة، جعل منها مركزا تجاريا هاما حتى يومنا هذا، بالإضافة إلى مقومات أخرى سياحية وطبيعية تستقطب الزوار من مختلف محافظات السلطنة والسياح من مختلف دول العالم. فحق لها أن تكون عاصمة للثقافة الإسلامية العام القادم 2015.